السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هتكلم فيه ازاي تفتح حساب في البورصة الدولية، سواء كان الفوركس تداول الأوراق المالية أو سواء كان سوق الأسهم. طيب بداية كده من أول فيديو خالص، لو حضرتك جاي علشان خاطر تعرف ازاي تفتح حساب في شركة وتتداول أسهم، فمش ده مش الفيديو اللي حضرتك هيفيدك. حضرتك هتروح تعمل اشتراك في قناة أستاذ أحمد زمزم، الراجل ده محترم جدا، القناة اللي انا واقف عليها دلوقتي اي تريد، راجل محترم وبيشرح محترم جدا. يعني لو كنت حابب تتابع ازاي تفتح حساب في البورصة الفوركس تداول الاوراق المالية، خليك معايا في الفيديو وتابع معايا للاخر. طيب حاليا انت ازاي، اول حاجة بتكلم معاه خالص لاي حد عايز يخش يفتح حساب في البورصة فوركس عامة، بقول له انت لازم تتعلم ازاي تكشف عن ترخيص الشركة، تعرف هي شركة كويسة ولا لأ، وتعرف ردود العملاء، الريفيو بتاعت العملاء، لأن ممكن الشركة تكون معاها تراخيص محترمة جدا وسيئة جدا على الشرط، اسبريدات عالية، حاطة اسبريدات مبالغ فيها، وأنت يعني لو رحت اشتغلت في شركة تانية الاسبريدات هتبقى منخفضة شوية. طب يعني إيه هي الاسبريدات؟ هي العمولة بتاعت الشركة. نفترض مثلا انت فاتح صفقه ب 1 دولار، لو رحت على شركه هتلاقي نفسك كسبان 2 3 دولار، وشركه تانية هتلاقي نفسك كسبان 1 دولار 1 ونص دولار، فانت اولى بالواحد ونص دولار الزياده اللي واخداهم الشركه. تمام. طيب دلوقتي ده مثال على شركه اي سي ماركت. شركه اي سي ماركت انا ليا حساب فيها حقيقي، وشركه اديها 7 من 10 6 من 10. ليه؟ لاسباب شخصيه، وعشان برضو انت تبقى على اطلاع بيها. ما بتطورش من نفسها، الويب سايت بتاعهم بقاله 5 6 7 سنين بنفس المنظر، تكلمهم تكلم الدعم شايف حاجه غلط بتقول لهم عايز اطور من حاجه، يومهم بسنه بمعنى صح. ولكن في شركات كتيره مشابهه انا بحاول اليومين دول انقل لشركه تانيه. طيب نخش سريعا في الموضوع، ازاي بتتاكد من ترخيص الشركه بتاعت الفوركس؟ اولا اول ما بتخش على الويب سايت، ده حاجه كده اساسيه في الويب سايت، الاول بيحط الاسبريدات بتاعته وبيتكلم عن نفسه، وبعد كده في اخر الويب سايت خالص بيحط لك التراخيص بتاعته، هو واخد تراخيص منين. طيب هو الشركه دي واخده ترخيص من استراليا، لانها شركه من استراليا اصلا، وواخده ترخيص من اوبروس، واوبروس بتدي ترخيصات محترمه جدا، والهيئه الرقابيه هناك عندهم الرقابه هناك محترمه برضو، واخيرا من جزر البهاما. طيب جزر البهاماز دي الترخيص بتاعها ضعيف، الرقابة فيها مش قوية أوي، ولكن برضو لو حصلت معاك مشكلة في ترخيص، الترخيص ضعيف بيتسمع في الترخيصات التانية، ولكن أنت ما تقدرش تشتكي الشركة دي في الترخيص الاسترالي، هيقول لك أنت تبع ترخيص إيه؟ ترخيص البهامز مثلا أو أوبرس، تروح تشتكيها في الأوبرس، هو ملوش دعوة المشكلة بتاعتك حصلت فين في أنهي ترخيص، لو حصلت في الاسترالي تروح تشتكيه في الترخيص الاسترالي، دي ملحوظة صغيرة على جنب. طيب ازاي انت بتتحقق منها؟ انت هي حاطه ترخيص، معنى كده انها عندها ترخيص؟ لا، في شركات بتحط ترخيص مش بتاعتها اصلا، حضرتك بتاخد ارقام الترخيص وبتروح تتاكد. طب ازاي؟ انا عشان خاطر الفيديو ما يطولش وياخد اكبر من حجمه، فانا شارح الموضوع ده بشكل تفصيلي قبل كده، هتلاقيه الكشف عن الشركات في الهيئه الرقابيه فيديو كامل تقريبا 16 دقيقه شرحه باستفاضه، تقدر تتابعه على القناه عندي. طيب نرجع تاني، حضرتك بتسجل ازاي؟ اولا حضرتك كل حاجه بتكتبها وانت بتسجل في الشركه لازم تكون بتاعتك، ولازم تكون معلومات صحيحه من اول الايميل لغايه خبرتك. تمام. حضرتك هنا بتسجل، بتخش عايزين نعرف بس منين. تمام، بتدوس هنا ستارت، بعد كده بتملى الابلكيشن، بتملى هنا بياناتك كلها، كل حاجه هنا بقى بيقول لك احكي عن نفسك، هنا الاكونت بتاعك، هنا الاكونت بتاعك تخليه من الافضل لو انت لسه داخل بتتعلم، نصيحه اخويه، خليك اقعد مثلا من 3 شهور ل 4 شهور اتعلم ازاي تتداول، ما تستعجلش، الربح في المجال ده صعب، الخساره مفيش اسهل منها، يعني انت ممكن تخسر اللي انت كسبته في 3 4 شهور ممكن تخسره في يوم، انت متخيل سرعه الخساره؟ اتعلم 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 على ديمو عشان خاطر العلامه على حقيقي بفلوس. نصيحه،
اتعلم على الديمو عشان خاطر العلام على الحسابات الحقيقيه بفلوس. انت داخل تتاجر بفلوس، مش داخل تتاجر في رز ومكرونه. فالخساره هنا بتبقى موجعه شويه، اولا انك خسرت فلوس، ثانيا انك فشلت في انك تنجح في صفحه. تمام. نكمل بقيه الفيديو. انت عندك هنا بتملى البيانات. خلينا كده اعمل ستوب واجهز الايميل الجديد اللي هملى بيه بيانات خطوه خطوه عشان خاطر الناس اللي ما بتعرفش تملى بيانات نملى مع بعض بيانات. طيب انا رجعت تاني كتبت البيانات، كتبت اسمي، كتبت الاسم اللاست نيم عادي، انت ممكن تكتب الاسم واسم جدك على طول مفيش مشكله. كتبت الايميل، ده ايميل وهمي بس للتسجيل بتاع الفيديو، وكتبت رقم الفون برضو رقم وهمي للتسجيل للفيديو. طيب هنا بدوس نيكست. طبعا كل شركه مختلفه عن الثانيه. طيب هنا بيقول لك انت عايز حساب اسلامي اسلاميك اكونت، قول له ماشي اوكي عشان خاطر لو حضرتك في صفقه معاك ما نجحتش واضطريت ان انت صفقه تبيتها في السوق ما يحسبش عليك ثواب وتخش حرمانيه انت يعني مالكش دعوه بيها. طيب هنا الخيار ده انت هنا حساب شخصي مش حساب جماعي. طيب انت هنا بتملى التاريخ بتاعك، تاريخ الميلاد مثلا ايا كان 18/3 مثلا 1995 ايا كان، وهنا بتملى العنوان بتاعك، وهنا انت عندك الاي دي اللي انت داخل من عليه، مثلا انت داخل تحت وكاله حد وهيديك كاش باك، او انت داخل تحت وكاله صاحبك وهتسترجع العموله تاني، او انت داخل تحت وكاله حد وبيديك توصيات مجانيه بمجرد ان انت داخل تحت وكالته مفيش مشكله بتحط الوكاله بتاعته، ولكن الخيار ده ما تدخلش تحت وكاله حد الا لو كان شخص موثوق منه، انت فعلا بيقدم لك خدمه تستاهل ان انت تدخل تحت وكالته، لسبب ان الصفقات اللي حضرتك هتفتحها مش هتتحسب عليك زياده ولا حاجه، ولكن الشركه بتديله زي كوميشن هديه ان هو جاب عميل للشركه وكده. بس حضرتك بتكتب العنوان بتاعك الصح الدايم اللي انت قاعد فيه بشكل دايم عشان خاطر ما تضطرش تحدث البيانات، مفيش مشكله لو حدثت البيانات بعد كده مش هتاخد وقت، لان الاجراءات هنا بتبقى سريعه وخفيفه والناس فاضيه لك انت شغاله ليك انت، لان دي مجرد وسيط، الشركه دي مجرد وسيط بينك وبين البنك، فهي اصلا فاتحه علشانك انت. طيب احنا قلنا هنا الادرس بتاع حضرتك، هنا الاي دي اللي انت داخل وراه. طيب انا هنا كتبت العنوان واخش على البيانات بتاعه التريدنج اكاونت، ادوس نيكست. هنا بيقول لي انت عايز الميتا تريدر 5 الميتا تريدر 4. طيب هنا احنا اغلبنا بيستخدم ميتا تريدر 4. طيب ليه انا بستخدم ميتا تريدر 4؟ عشان خاطر اغلب المؤشرات واغلب البرمجه اللي انا شغال عليها ميتا تريدر 4 وحاجاتها كتير، مش هتضطر تحتاج مبرمج لو انت شغال على ميتا تريدر 5. تمام، يبقى حضرتك بتدوس هنا تخليها الميتا تريدر 4، وهنا الاستاندر او الراو، وهنا الاستاندر دي اللي هي بدون كوميشن، والراو الاثنين دول تقريبا. هنا الراو هنا بيبقى العموله منخفضه شويه، وهنا بتبقى العموله اعلى بس بدون كوميشن. لو حضرتك لسه مبتدئ ولسه الدنيا معاك حساسه شويه، لان انت اول ما هتخش تفتح صفقه هتلاقيها على خساره، فعشان خاطر نفسيتك ما تتهزش او ما تتعبش عقبال ما الموضوع يبقى اعتيادي بالنسبه لك، اختار حساب الراو. طيب هنا انت عايز عمله الاكونت ايه؟ الشائع ان احنا بنخليه دولار على طول عشان خاطر ما يقعدش يحول ونخش في عمليات مختلفه وبقى يقعد يحول لك من الجنيه الاسترليني او من اليورو للدولار، خليه على طول حساب بالدولار. تمام. بتخش نيكست على طول، بتدوس نيكست. طيب هنا بتقول له انا لسه مبتدئ، لو انت لسه ما عندكش اي فكره عن المجال. هنا طبعا انت هنا بيقول لك الاسئله بتاعت الامان، اسم والدتك او الاسم الاوسط او الاسم ليك، انت بقى بتختار اي اسم اي سؤال من دول وبتجاوب عليه وبتحفظه. كل الاسئله دي انت حضرتك بتحفظها على جنب في تكست على جنب، حاجه خاصه بيك محدش يشوفها عشان خاطر دي حاجات مهمه جدا عشان الاكونت بتاعك لو اتهكر او حصل له اي حاجه حضرتك بتبقى محافظ على الاكونت بدرجه كبيره. طبعا انت هنا بتقرا العقود ما بينك وما بين الشركه وبتقرا الشروط وبتقراها كويس، وبعد كده بتدوس سبميت. انا ماشي مفيش مشكله، هنا مثلا ممكن اكتب اي حاجه، انا بالنسبه لي اكتب اي حاجه لان انا بصور فيديو تعليمي مش اكتر.
هنا بياخد وقت عقبال ما بيدخلني. تمام. هنا بقى انت حضرتك بتملى البيانات كويس، بتترجم، هنا بيقول لك انت المتوقع ان انت تعمل له ايداع كام، هنا طريقة الشغل بتاعتك. دي حاجات اختيارية عادي انت ممكن تملاها، ولكن انت يفضل ان انت تقول له ان انت لسه مبتدئ، وهيتواصل معاك حد من الدعم ويرغي معاك، وطبعا يعرفك الشركة شكلها عامل ازاي، الدنيا عاملة ازاي. كل ده ما يهمنيش انا، اللي يهمني حاجة واحدة، ان انت حضرتك اول ما تخش الشركة هنا انت محتاج ان انت تفعل الاكونت بتاعك. بتدوس هنا، بتدوس على خيار هنا. طبعا هي عشان الشركة ما... انت هنا بت... اه هنا مثلا ممكن مثلا اقعد اقول له الخيارات دي، خلينا نخلص منهم. ISP تمام. كل ده انا عشان خاطر بس بصور، مش عايز الفيديو يطول، حضرتك ترجمه وخد راحتك على الاخر خالص في الترجمة، ودوس لغاية ما تخلص. طيب دلوقتي هنا بيقول لك ارفع الاي دي بتاعك، وارفع عنوان السكن سواء كان غاز او مية او كهرباء. هنا الاي دي اللي هو البطاقة او الباسبور، حضرتك بتصور البطاقة او الباسبور وش وظهر. طبعا البطاقة بتتصور وش وظهر، الباسبور بيتصور وش بس، ولكن بجودة عالية. لو حبيت تاخد الحاجات دي سكانر يبقى افضل. وتبعت هنا، هنا بتبعت الاي دي بتاعك وش وظهر او الباسبور، ويا ريت يتاخد سكانر. هنا عنوان السكن برضه نفس الكلام، لازم يكون باسمك او باسم والدك الاثنين. لو قال لك ما ينفعش باسمك، ما ينفعش باسم والدك قصدي، فبيني وبينك لو قال لك ما ينفعش اركن كده اسبوع، اقعد اسبوع وعدل على الفاتوره بتاعتك، خليها فاتوره باسمك، او تروح تطلع فاتوره باسمك مثلا لو كانت خط ارضي او كان فاتوره انترنت، اي اثبات سكن، المهم يكون باسمك، وترفع تعمل ابلود ليهم تاني وهم يوافقوا عليها على طول في خلال 24 ساعه. تمام. هنا انت كده بقيت جاهز ان انت تتداول. طيب انت هتتداول، هتبدا تتداول حقيقي؟ لا، غلط غلط تماما. انت حضرتك بتروح تفتح الحساب ديمو، بقول لهم انا عايز حساب ديمو، بقول له اوبن ا نيو ديمو اكونت، يعني اقوم الخيار هنا. طبعا كل شركه وليها ديزاين في الويب سايت بتاعها سهل شويه. طيب احنا هنا بقى، هنا الديمو، حضرتك داخل بمبلغ كام؟ الغلطه دي بيقع فيها ناس كتير جدا. داخل مثلا عايز اعمل ايداع مثلا 1000، حضرتك بتخلي الديبوزيت هنا 1000. تمام. الاول هنا بخليه راول اللي هو بكوميشن، والسبريد بيبقى منخفض تماما. طيب انت عندك هنا الحساب برضو انا هخليه بالدولار، وهنا الام تي 4، الام تي 4 اللي انا حكيت لك عليها في اول الفيديو خالص، خليها ام تي 4. طيب حضرتك هتدخل باقل من 1000، اليكم مثلا 200، بحطها 200 ليه؟ انت حاول تتدرب على المبلغ اللي انت هتشتغل بيه حقيقي. واحد حاطط لي ديبوزيت مليون وقلت له طب انت هتشتغل بكام؟ قال هشتغل ب 100 دولار. قلت له طب ازاي؟ ما انت بالبلدي كده زي برضو لعيب الكوره، لعيب الكوره ما بيقدرش ينزل يلعب الملعب، بيلعب مره واحده هيجيله شد، هيجيله اصابه. انت برضو نفس النظام هنا، اول ما انت هتتداول على حساب بمليون، فانت بتفتح بلوتات وبتفتح بعروض كبيره جدا، فاحجام الخساره العايمه بتبقى كبيره نوعا ما. انت هنا لما تفتح بعقود على ال 200 دولار الموضوع معاك مش هيبقى مظبوط، مش هتبقى متعود عليه، فلازم تتدرب على المبلغ اللي انت هتشتغل بيه حقيقي، ايا كان 1000 3000 5000 200 دولار. هنا اقل ديبوزيت 200 دولار، ولكن في الحقيقي لما تيجي تودع في الشركه دي مش 200 دولار، من 1 دولار وانت طالع. تمام. ولكن انا بكلمك في حكايه التدريب، ان انت هتتدرب على كام عشان خاطر تشتغل على الحقيقي بكام. تمام. هنا بتقول له ماشي، ابعت لي البيانات. هنا بيقول لك تم ارسال البيانات للحساب الديمو بتاعك. تمام. هنا هعمل ريفريش. تمام. هنا وصلني، اولا هنا وصلني هنا وصلني بيانات الدخول، الميل والباسورد. الميل والباسورد ده بتاع الشركه نفسه، لما اجي اخش اعمل لوج اوت واخش للشركه تاني، ده الايميل والباسورد، ومحدش يعرف بيهم الا انت. تمام. طيب انا عندي هنا التاني حاجه، بيانات الديمو الاكونت. لما قلت له بعت لي بيانات الديمو اكونت، بعتهم. طيب هنا بيانات الحساب الديمو بتاعتي، هنا بيانات الحساب الديمو بتاعتي اللي وصلت على الميل. طيب اول حاجه بقول له هنا داونلود الميتا تريدر 4، هنا حمل لي المنصه اللي انا هشتغل عليها. بقول له داونلود
ميت تريدر 4 تمام، وهنا بقول له هسطب هنا المنصه، هفتح المنصه بتاعت الشغل عشان خاطر ابدا اشتغل عليها وافتح الحساب وابدا اجهز نفسي واعرف السوق واعرف العملات شكلها عامل ازاي. تمام. حضرتك لو شايف ان الموضوع ممل بالنسبه لك وعايز تجاري الفيديو، سرع الفيديو من تحت في خاصيه اليوتيوب. طبعا انا مسطب المنصه قبل كده، فهقول له نيكست 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 لغايه ما يسطبها، لان انا مسطب المنصه قبل كده، فهدوس كانسل عشان خاطر ما يعمليش مشكله مع الملفات اللي موجوده على المنصه. طيب انا هنا دي المنصه، ده الشكل بتاعها بعد ما بتنتهي من التسطيب. بدوس هنا، بدوس على الخاصيه دي، هنا بيقول لي الاكونت، بدوس على الاكونت بقول له اوبن ا نيو اكونت. تمام. بدوس هنا بجيب السيرفر بتاعي، سيرفر اي سي ماركت ديمو سيت. السيرفر هتلاقي جنبيها كلمه سيرفر، حضرتك بتاخدها كوبي كده، كوبي، بتروح هنا تكتب سيرش، بتدوس ليست بس ما يكونش في المسافه دي كلها، تكتب الاسم ده كده بالظبط، تدوس سكان. طبعا هيبدا يظهر لك السيرفرات بتاعه الشركه اللي حضرتك المفروض تشتغل عليها. ظهر السيرفرات اهو، باجي ده نفس السيرفر اللي انا هشتغل عليه. تمام، بدوس نيكست. هنا اللوجن، بدخل اللوجن بتاعي اللي هو رقم الحساب، والحاجات دي خاصه جدا محدش يعرفها غيرك، وبدوس نيكست. تمام. هنا بص، هنا تحت في النو كونكشن، اول ما يبدا الاتصال واول ما يفتح يبقى كده انا اتصلت. طيب نتاكد تاني، هي نفس السيرفر اي سي ماركت اس سي ديمو. تمام كده وصل، كده فتح. تمام كده فتح، 200 دولار اهو نزلوا، ده حساب الديمو، ده الحساب الديمو. تمام. طيب فين قائمه الاسعار؟ ده الذهب اللي انا واقف عليه، دي عمله الذهب قصاد الدولار. طيب هنا اهو بدوس على الخانه دي ماركت ووتش. تمام. ده طبعا اليورو دولار، ده زوج اليورو دولار. هنا اسمها ازواج بقى، هنا في السوق اول ما تخش السوق هنا بقى اسمه ازواج. طيب حضرتك عايز تعرف اسم الزوج، بتقف على اسم الزوج كده شويه، بيظهر لك على طول اليو اس دولار ضد الجابانيز ين، ضد الين الياباني، وهكذا اليورو ضد الين الياباني، الاسترالي دولار قصاد الدولار، الباوند عمله الباوند قصاد الدولار، عمله الباوند قصاد الفرنك السويسري، وهكذا. طيب حضرتك عايز تشوف العملات كلها، بتقول له شو اول، شو اول بقى كل العملات بتاعه الاوراق الماليه عندك بتاعه الدول كلها. طبعا هتلاقي عندك البيتكوين هنا، مش هتشتري البيتكوين بالمعنى الحرفي، لا، انت هتتداول على سعر البيتكوين، ده في فرق شاسع. حضرتك عايز تشتري بيتكوين دي قصه ثانيه خالص، عايز تتداول على سعر البيتكوين بتيجي هنا بتحلك برفع عمليه معينه، السوق شغال ازاي دلوقتي واحنا في الاجازه، عشان خاطر البيتكوين بيبقى شغال السبع ايام في الاسبوع، تقدر تتداول سبع ايام في الاسبوع، بخلاف الفوركس تداول الاوراق الماليه السوق قافل دلوقتي ليه؟ لان هو شغال خمس ايام، اليوم الاثنين لحد يوم الجمعه الساعه 12 او الساعه 11 بالليل، وبيشتغل خمس ايام فقط. وخلي بالك من الساعه 12 او الساعه 11 بالليل السوق بيقفل ساعه وبيفتح، السبريدات بتعلى جدا، حاول ما تتداولش في الوقت ده خالص. يعني نصيحه ليك، تتداول حضرتك تتداول من الساعه 4 الفجر لغايه الساعه 7 بالليل فقط، ده الوقت اللي بيبقى فيه السيوله سريعه جدا في السوق. طيب دلوقتي حضرتك هتبدا تتدرب ازاي، ده اول حاجه. حضرتك هنا بتقلل المخاطر خالص ل 1 سنت، 1 سنت دي معناها ان انا هفتح صفقه ب 1 سنت، يعني لو السوق مشي او جري 10 نقط مثلا انا هخسر 1 دولار. ده اقل عقد ممكن تفتحه في السوق. تمام؟ اقل عقد ممكن تستخدمه في السوق. حضرتك بتدوس هنا باي او سيل، بيطلع لك الخيار ده وان كليك، بتدوس اوكي اكسبت عشان خاطر يسهل عليك التريد وانت بتفتح وانت بتقفل. انا هنا فتحت صفقه على البيتكوين. طبعا انت بتشيل المؤشرات دي خالص، حاول ما تشتغلش بالمؤشرات دي خالص عشان خاطر تسهل الدنيا على نفسك، لان المؤشرات دي كل شغلها مش قوي بالشكل القوي اللي انت منتظره. انا كده خسران 10 سنت، بدات اكسب 3 سنت. طيب
ازاي بقى تتعلم تحليل وازاي تتعلم تداول، ده في شروحات تانية انا منزلها على اليوتيوب بشكل علمي بشكل محترم جدا بعيد عن المؤشرات والرغي ده كله. طيب انا ممكن اوقف الفيديو لحد هنا عشان خاطر ما يبقاش طويل جدا جدا، فانا هوقفه لحد هنا ونكمل جزء تاني. مع السلامة وفي أمان الله.